أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد. هذا الفيديو مخصص للأعضاء الذين اشتركوا بقناتي. بداية أنا أشكركم جدا على الاشتراك بالقناة، وفعلا مقدرة لكم أنكم اشتركتم بهذه القناة، وأعتذر حقا أن يعني أغلب محتوى هذه القناة هو ليس يعني للأعضاء، الأغلب للجمهور العام. وفكرة الفكرة هو أنني أريد مشاركة، يعني أريد الجميع أن يستفيد وأن يتعلم بشكل مجاني دون الحاجة أن يشتري كورس مثلا أو يشترك بالقناة. لكن أنتم اخترتم أن تشتركوا بالقناة وتدعمون هذه الفكرة، فأنا أشكركم جزيل الشكر. منذ وقت لآخر أنا سأقوم ب يعني إضافة فيديوهات خاصة لكم. حاليا يوجد كورس مكونات ووردبريس الذي نشرت جزء منه لكل الناس، وجزء منه موجود فقط للأعضاء. وذلك أنا أريد فعلا تقديم شيء تقديري لكم لاشتراككم معي في هذه القناة. فإذا أنا جدا شاكرة لهذا الموضوع. سأحاول جعل هذا الفيديو قصير قدر الإمكان حتى لا تملوا من الحديث. لكن الفكرة الأساسية التي أردت أن أقولها في هذا الفيديو أن بالنسبة للعضوية في هذه القناة، أنا سأحاول إضافة فيديوهات خاصة، لكن لا أعد بذلك. سأحاول إضافة فيديوهات مفيدة. إذا كان لديكم سؤال معين أو موضوع معين تريدون أن أتحدث به، فأخبروني، أخبروني، قولي لي تحدثي بهذا الموضوع، وأنا فعليا سأحاول جهدي أن أتحدث به أو أن أفيدكم بشيء ما، وبالتالي تستفيدون أيضا من اشتراككم معي، وأنا أكيد أستفيد من وجودكم معي. وأيضا بخصوص الموضوعات الخاصة أو سلسلة تعلمت، أنا تعلمت اليوم. طبعا هذه السلسلة أنا باشرت فيها بوقت سابق، الآن توقفت عنها، تعرفون انشغالات وهذه الأمور، لكن سأحاول أيضا جهدي العودة إليها بطريقة جديدة. ربما ليس لدي فكرة كيف تكون. أتمنى أنكم يعني تتفهمون الموقف الذي أنا فيه الآن، هو أنني فعلا أريد أن أسجل فيديوهات، أريد فعلا أن تستفيدوا من الفيديوهات، أريد فعلا تقديم شيء لكم والقيام به، ولكن أحيانا يحدث شيء آخر فلا يمكن القيام به. فلا أحب الآن، يعني كنت دائما أعد الناس سأفعل كذا سأفعل كذا، الآن لا أريد أن أطلق أي وعود، لكن الوعد الذي سأطلقه لكم أنني سأحاول أن أقوم بإضافة مثل هذه الأشياء باستمرار إلا إذا حدث طارئ. أيضا قمت بإنشاء قناة جديدة اسمها قناة LWN Live، وفكرة هذه القناة فقط هو البث المباشر لكل الناس حتى يستفيدوا من موضوع البرمجة المباشرة، يعني مع الأخطاء مع الأشياء التي تحدث، كل ذلك يحدث كأنه ما وراء البرمجة أو ما وراء كواليس البرمجة. فإذا أردتم يمكنكم أيضا الاشتراك بالقناة، سأترك رابطها بصندوق الوصف. عدا ذلك مرة أخرى أشكركم جدا 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 لاشتراككم بالقناة، تقديركم بهذه القناة، وأنا أيضا أقدركم وأقدر تقديركم لي أيضا. فإذا شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي بفيديو آخر.